جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول مستمع من السودان من الخرطوم علي حمزة، يقول في سؤال له: إذا انتقض وضوء الخطيب يوم الجمعة أثناء الخطبة أو بعدها، هل ينتظره المصلون حتى يتوضأ أم يقدم شخصا آخر يصلي بهم؟ كلا الأمرين جائز الحمد لله. إن انتظروه حتى يتوضأ ويعود ويصلي بهم فلا بأس، وإن وكل واحدا يصلح للصلاة بهم فلا مانع من ذلك، خصوصا إذا خشي أن يتأخر عنهم. فكلا الأمرين جائز والحمد لله. الحمد لله.